بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. ازيكم يا كثر؟ يا رب تكونوا بخير. معكم زهراء أسامة. في الفيديو ده إن شاء الله هتكلم عن هنحل أسئلة البنك اللي علينا قبل مد الفورنسيك والتكسيكولوجي. حل أول 9 صفحات، يعني حوالي 42 سؤال. أول محاضرة بتتكلم عن بيسأل عن الميكانيزم بتاع كونتاكت فلاتنينج. لو فاكرين كونتاكت فلاتنينج دي كانت اللي هي الأجزاء الكونفكس اريا، كانت لما تلمس مكان معين والشخص ده بيموت كانت لونها بيبقى متغير عن باقي الجسم، ده بسبب المصل فيها بتفقد الإلاستيسيتي. طيب أنا هفتكرها ازاي؟ ما ذكرتش المحاضرة دي. فلاتنينج فيها حرف تي والإلاستيسيتي فيها تي برضه، يعني شبه بعض شوية. بعد كده عرفنا أنواع البرين ديس، ممكن تحصل ديستراكشن سواء في الكورتكس، وبقتها بسميها كورتيكال ديس أو البي بي اس، الاتنين آخرهم اس اهو. وفي كمان اللي هي البرين ستيم ديس أو الهول برين ديس. هنا بقى بيتكلم عن البي بي اس ده بيبقى بسبب ايه؟ الديستراكشن اللي حصل في الكورتكس، عشان كده عامل كورتكس كورتيكال ديس. حلو. بعد كده بيتكلم عن الديسلايك ستيت او السسبندد انيميشن. حرفيا الحالتين دول تعتبر اللي هو شخص عايش ومش عايش، فوقتها بتبقى كل الحاجات بتاعته لما اجي اقيسها بلاقيها قليله، حتى البلس لما اجي اقيسه مش بقدر ان احس بيه، عشان كده ممكن يتلخص كتير ان الشخص ده ميت لكن هو مش ميت ولا حاجه. فعشان كده الاجابه اللي هختارها هنا اللي هي حاجه قليله، الميتابوليك نيدز بتاعته بتبقى قليله. طيب مخترتش البلس ليه؟ ما هو ويك هو ضعيف، لكن هنا بالببل انا مش بقدر احسه في حاله الديسلايك ستيت. طيب السسبندد انيميشن عرفنا ان هو ممكن تحصل فولنتري وانفولنتري، ممكن تحصل بسبب تسمم بويزنينج. بسبب ايه؟ احنا بنقول شخص عايش ومش عايش، فاكيد يعني واخد مورفين. طيب ما في كوكين برضه ممكن يتلخبطوا بين الاثنين زي بعض؟ لا، هقول الانيميشن فيها حرف الام والان، ومورفين برضه فيها حرف الام والان. البي في اس اللي هي بريزيستنت فيجيتاتيف ستيت، قلنا اللي هي عباره بتبقى موت فين؟ في الكورتكس، تبقى كورتيكال ديس. واحد عنده 25 سنه، دخل في كوما وراح المستشفى، لكن عنده الريسبيريشن عنده سبونتينيوس، يعني بيقدر يتنفس عادي، وعنده الكريتيكال بالسيشن موجود لكن ضعيف شويه. طيب اهم حاجه عندي الريسبيريشن شغال، يبقى كده البرين ستيم ما اتضربش، يبقى اول حاجه هستبعدها اللي هي دي. طيب الكراسي بالسيشن بقدر احسه يعني لكن ويك، فعشان كده هستبعد السسبنت انيميشن، فوقتها هختار اللي هي البي بي اس او الكورتيكال ديس. في اسئله تانية ممكن تيجي بنفس الشكل كده، لكن مفيش ريسبيريشن والبالسيشن هنا ويك وفلت برضو، وقتها بختار برين ستيم ديس، لان هنا الريسبيريشن سنتر بيبقى موجود في البرين ستيم. طيب لو جه قال ومفيش اصلا ريسبيريشن والكراسي البوزيشن مش قادر احسه، فغالبا ما بتبقى سسبكتد انيميشن، سسبندد انيميشن. حلو. طيب بالنسبه للمحاضره اللي بعد كده تتكلم عن البوست مورتم تشينجز. في حاجه اسمها ريجور مورتس او التخشب بالرمي، ده كانت بتبقى بتاثر على المصل وتعمل فيها تيبس يعني او فلاسيديتي. فهنا لما بتاثر على عضله كده معينه اسمها اريكتابيلي مصل، بتبقى موجوده في الجلد عند اللي هي الفتحات يعني او الهير فوليكل وكده، فلما تاثر فيها وتعمل ريجور مورتس بتبقى شكل الجلد بدل ما كان سموث خالص كده مش عليه اي حاجه، لا بتحس ان هو منقط كده، عامل زي بيبان هير فوليكل عامل زي جلد الوزه كده. حلو. فوقتها بنقول اللي هي اثرت على المصل اي واحده اللي هي الاريكتور بيلي مصل. حتى نفتكر من اريكشن انه برضو الشعره ممكن يحصل لها اريكشن او كده، فدي من ضمن الحركات بتاعتها. طيب بالنسبه اللي هي ريجر مورتس وكده، كان في حاجه هو قلنا ان هو بيحصل فيها ستيفنينج للمصل، هنا برضو بيحصل في ستيفنينج، بس بتبقى ممكن لو اتعرض لحراره ميت في حريقه مثلا، او لو اتعرض لبيئه كولد انفايرومنتال كولد. طيب لو اتعرض لحراره وقتها قلنا اللي هو المصل الفايبر بتاعته بيحصل لها شورتنينج، وبرضو بيحصل كواجيليشن للمصل بروتين وهكذا، فبياخد وضع البوكاليستيك اتيتيود اللي هو زي وضع المصارع او كده. فالبوكاليستيك اتيتيود بتتاخد فين؟ في حاله الهيت ستيفنج اللي هو دخل في تيبس بسبب تعرضه لحراره يعني او حرق. طيب بالنسبه لدروبنج المانديبل، في حاجه اسمها برايمري مسل فلاسيديتي اللي هو مسل ريلاكسيشن سواء كان فولنتري او انفولنتري، وده بتبقى بسبب المسل فقد التون بتاعتها بسبب السيريبرال وسيريبيلر فانكشن بتاعتها ضارت، فوقتها بنفقد كل الريفلكسات، كل المسل بتحصل لها ريلاكسيشن، من ضمنها ان المانديبول بتقع. حتى كنا بنقول ان شكل وش الراجل ده بتبقى ان بيسفول اكسبريشن. طيب بالنسبه لليفر مورتس بقى اللي هو الشخص بيحصل له بادي كولينج، جسم الجثه بتبقى بارده كده، من ضمن الحاجات اللي كانت بتقلل او بتعمل سلو ريت يعني الليفر مورتس دي، ان الشخص ده يبقى عنده اوبيسيتي او عنده اديمه.
طيب الاوبيسيتي ده كانت ايه مشكلتها اللي هي بتقلل الريت؟ لان بيقولوا ان الدهون كانت بتشتغل كهيت انسليتر اللي هي عازل للحراره يعني. اما الايديما هنا هي عباره عن تجمع وجواه ميه، الميه دي مالها بتبقى حرارتها عاليه، فعشان كده هاي سبيسيفيك كيتو فود، الحراره اللي موجوده في الميه دي عاليه، فعشان كده الايديما تعتبر ببطء الريت بتاع الليفر مورتس، بتاع الارجور مورتس، معلش تقريبا اتلخبط. هنا بقى بتتكلم عن ان انا لما جيت اقيس درجة حرارة الجثة كده لقيت ان هي حصل لها رايز في التمبريتشر، المفروض مثلا تبقى درجة معينة، لا لقيتها اعلى من المتوقع، فده غالبا بيبقى ميت بسترانجيليشن اللي هو الشخص ده ميت مخنوق. طيب ازاي انا لما خنقت الراجل ده دلوقتي فالاكسجين عنده قل فأثر على السي ان اس، فممكن دخل في تشنجات او سيجر، استهلك الاي تي دي فكده استهلك طاقة فطلع حرارة، فالخنق هنا بيطلع بيزود درجة حرارة الشخص المتوفى ده. طيب البوست مورتم الليفيديتي او اللي هي الديسكلاريشن بقى، دي بتحصل ازاي؟ الشخص لما بيموت السيركيليشن عنده بتقف، بتحصل لها سيسيشن، فعشان كده الدم بيقف في الكابيلرز، فتوقف الدم او تجمع في الكابيلرز ده اللي بيعمل الليفيديتي. طيب انا ليه مختارتش البلاد هيموليسيس؟ لان البلاد هيموليسيس ده بيحصل بعد فتره، حوالي تقريبا من بعد 6 ل 12 ساعه بيبدا يحصل هيموليسيس والهيموجلوبين يروح يصبغ التيشو وكده، فأهم حاجة عندي الستلينج أو السيسيشن بتاع البلط. طيب ريجور مورتس احنا عارفين ان هي فيزيكو كيميكال فينومينا بسبب نقص ال ATP اللي هي ATP ديبليشن والكلام ده كله، فهي غالبا عبارة عن تغيرات كيميائية، فهي عبارة عن كيميكال تشينجز. طيب بيتريفاكشن أو التعفن ده بيجي بسبب التحلل اللي هي الأوتوليسس ولا بسبب فعل البكتيريا؟ قال هو بسبب الاتنين سوا. طيب البيتريفاكشن لون جلد الجثة بتتحول للون أخضر. طيب ده اي لون عموما دايما بنسيبه الهيموجلوبين. طيب الريديوسد هيموجلوبين بسبب الاسفيكسيا كانت بتعمل ايه؟ كان بيعمل لون دي بلو. طيب الكربوكسي هيموجلوبين اللي هو سي او كان تقريبا في السي او بويزنينج كان بتبقى لونها بينك او كده. طيب الميت هيموجلوبين كان في حالات زي الانالاين وكانت بتعمل لونها بتبقى براون كده. فالثلاث حاجات دي مألوفة بالنسبة لنا في المحاضرة، لكن الصلف هيموجلوبين دي ما تسمعش عنها خالص في ال early changes، فالصلف هيموجلوبين هي اللي تبع اللون الجرين. طيب marbling sign، marbling sign ده عبارة عن شوية غازات اتجمعت في ال blood vessel، ومش أي blood vessel، ده اللي هي تقريبا ال superficial veins على ما أفتكر يعني. طيب هفتكرها منين؟ ال marble فيها بيقل، لو تفتكروا كان فيه كراميلا أو شوكولاتة اسمها marble أو marbella تقريبا، فالمهم يعني نفتكرها من هنا. هنا في حرف ال بي ال وبرضه blood vessels بدايتها بي ال، تمام. طيب ال maceration، المفروض ان السؤال ده مبعوض غلط من الدكتور بس نعرفه زي ما هي، ان ال maceration ده يبقى مفيش blister formation. blister ده اللي هو زي ما شخص ما يتحرق مثلا فيبقى جلده تحس ان هو محروق كده يعني، او الجلد متشال من عليه. طيب بالنسبة لمحاضرة ال medical ethics، المفروض ان انا المريض اللي انا بكشف عليه لازم اخد منه بيرميشن، يعني اخد منه اذن ان انا اكشف عليه واشخصه واعالجه. البيرميشن اللي انا باخده منه ده اسمها ميديكال كونسنت، زي استئذان كده يعني. كل المشاكل او الديفكتس اللي ممكن تقع من الدكتور في شغلته وقتها بنقول عليها مال براكتس، يعني الاهمال في طبي او كده، او اهمال او سوء تصرف في براكتس اللي هي المفروض يعني ممارسته للمهنة، فمال براكتس وهو مش قادر يمارسها كويس، ده معناه اللي هو حصل ديفكس او مشاكل كتير. طيب الدكتور اللي بيشتغل ده عنده نقص في المعرفة وفي المهارة، مش عنده ولا نوليدج ولا سكيل، فبقول ان الشخص ده مش كافي او incompetent، فعشان كده medical incompetence يعني في نقص في المعرفة وفي المهارة. طيب الدكتور ده راح عمل مشكلة يعني زي أخلاقية، أو إن هو مثلا اعتدى على المريض اللي عنده أو كده، فوقتها بقول إن الفعل أو ال behavior اللي حصل ده unexpected، أنا متوقعتش إن الحاجة دي تطلع من دكتور، فعشان كده اخترنا professional misconduct. تحس إن misconduct عاملة شبه misunderstand اللي هي الحاجة مش واصلة لي يعني، إزاي دكتور يعمل كده؟ حاجة unexpected تبقى misconduct. طيب هل انا كدكتوره المفروض ان انا اي حاله انا مجبره ان انا اعالجها؟ اكيد لا، الا في حاله واحده معينه ولازم يتوفر فيها شرطين، ان انا ابقى الدكتوره الوحيده الموجوده في المكان، وكمان من الكيس اللي جايه هنا emergency. يعني لو الدكتوره الوحيده الموجوده في المكان وجاي شخص بيشتكي من حاجه بسيطه يعني او حاجه مش emergency، عادي ممكن ان انا ارفض او اخليه يروح لدكتور تاني، لكن لو حد جاي في حادثه لا، ده لازم انا اعالجه وقتها ببقى مجبره.
طيب الميديكال كونسنت او البرميشن اللي لسه بنقول عليه، هل لازم يتاخد من كل المرضى؟ قال لا، الا في حاله الامرجنسي، يعني حد لسه عامل حادثه ومحتاج اللي يتنقل له دم وكده. هل استنى لما يفوق ولا لما يجي حد من اهله عشان استاذنه ان انا انقل له دم او لا؟ اكيد غلط، فحاله الامرجنسي هنا مش مستاهله كونسنت. حلو. بالنسبه لمحاضره هيدروكربون، هي كانت بتتكلم على التسمم اللي بيحصل بالجاز او بالكيروسين، فهنعرف اللي هو يعني كان بيبقى فيه منه كذا ستيج، مايلد ومودريت وسيفير. فمش معنى ان هنا تسمم ان انا اعمل جاستريك لافاج او اللي هي غسيل معدة يعني، لا بالعكس، ده الموضوع هنا كونتر انديكيتد عشان بخاف على طول من الاسبيريشن ان الكيروسين ده يوصل للنج او كده، بيبقى الموضوع اخطر من جي اي تي. فعشان كده لما بيقول الكيروسين بويزنج، هو بيبقى الجاستريك امبيتنج ده ممكن نعمله في الحالات السيفير بس، وبيبقى بشروط معينة كمان اللي هي بيبقى فيه كوفر تيوب وحاجات من كده. فعشان كده بقينا ان كل ده صح عن الكريسيوم بويزنينج، ما عدا ايه، ما عدا انه ان هي تبقى اولوز انديكيتد، لا في حالات معينة ما اقدرش ان انا اعمل فيها جاستريك امبتينج. طيب بيقول برضو ليه علاقة بالكيروسين انجيشن، يعني حد بلع كيروسين دلوقتي، فكل ده صح ما عدا قلنا الكاستريك لافاش بيتعمل مع كافد تيوب، مفيش مشكلة. في حل برضو عن طريق السيرب بس مش بيستخدم دلوقتي، فعشان كده احسن ان انا اعمل له افويدد. الاكتيفيتد شاركور مش افكتيف في الحالة دي لانه برضو ممكن يعمل اسبيريشن، فعشان كده الاجابة الاولى هي الصح، لان انا قلت جاستريك لافاش بيبقى كونتر انديكيتد في حالات المايلد. عارفين لو كانت قالت مايلد ومودريت فكانت هتبقى صح، كان بقى المايلد وسيفير المفروض انها تبقى كونترا انديكيتد برضه، اقصد يعني لو كان قال انديكيتد في السيفير بس وقتها كده تبقى صح. طيب اخر حاجه خالص، احنا عارفين ان الكيروسين بويزنج بيأثر على الجي اي تي وبيأثر على الكاردي، ممكن يعمل فيه ديسليزميا، وبرضه بيعمل السنسيتايزيشن للكاتيكولامين وكده، لكن في الحته بتاعه فاسكولار الاندوثيليوم هو بيزود البرميابيلتي مش بيقللها، فهنا اللي تبقى الاكسبت دي هي الصح. بالنسبه للفود بويزنج، هي بتتكلم عن البوتيولينيوم او البوتيوليزم، اخدناه في الموديول كوميونيتي، كنا عارفين انه دايما بيعمل نيورولوجيكال مانفستيشن، وكان بيجي على الاستايكلين بيمنع الريليز بتاعه، وجت في سؤال في العملي تقريبا. فهو بيتكلم بقى اللي هو المفروض السينابت بتبقى موجوده هنا، المفروض بمنع الريليز بتاع اسمه ايه دي الاستايكلين من الحته دي، فعشان كده بيبقى بري سينابتك بلوك مش بوست سينابتك بلوك. تمام. حاجة كمان اللي هو المفروض بيأثر قلنا على سي ان اس، فهختار اي واحدة من دول. هي تاكي كارديا دي حاجة تبع القلب، كارديو الفيفر برضه ممكن تبقى جي اي تي، منتال ستيتس دي حاجة سايكولوجيكال وكده، فهختار هنا دايليتس فيكسد بيبل على اساس ان انا بتحكم في العين عن طريق الاعصاب، فهنا دي الحاجة اللي تبع السي ان اس فهختار. فده معناه ان الفيفر مش بتبقى تبع البوتيوليزم، فهتيجي السؤال ده ان كل الحاجات دي بتبقى موجودة في البوتيوليزم ما عدا الفيفر. طيب بيتكلم ان كل ده صح عن الميكانيزم بتاع البوتيوليزم ما عدا ايه، احنا قلنا اللي هو بيمنع الخروج بتاع الاستايكولين وهكذا. ايه الحاجه الوحيده الغلط هنا، اللي هو التوكسين بيمسك ريفرسيبلي بالنيوروماسكولار جانكشن، فهتبقى الاجابه هنا. ممكن افتكرها ازاي، ان البوتيوليزم بدايه حرف البي وهنا بايند بالبي برضه. هل انا قلت دول، هنا قلنا الاكسبت هيبقى الفيفر، لان قلت الفيفر مش بتحصل مع البوتيوليزم، البوتيوليزم بيأثر نيورولوجيكال مانيفستيشن، فزي بيشيل العضلات او بيعمل فيها ويكنس كده، فلما يجي يأثر بيأثر عليها بايلاترال، يعني اليمين زي الشمال، فعشان كده هي بتبقى سيمتريكال مش اسيمتريكال. فالإجابة هنا هي اللي غلط، ايه هي اللي صح، يعني هنختار ما بتحصلش، بتبقى ديسندنج طبعا من فوق لتحت زي سنيك بايت وكده. طيب بالنسبة لآخر محاضرة خالص بقى، اللي هي الونز او الجروح، يعني بالنسبة للسوسايدال وونز، تخيلوا كده ان حد ماسك ايده وعمال بيجرح فيها عشان عايز ينتحر، غالبا البنات بتعملها، يعني بتفضل تجرح في ايديها بتبقى الجروح عاملة شبه كده، فدي بنقول عليها انسست، حتى فيها سي و اس شبه السوسايد وكده. طيب بالنسبة للترام لاين، ترام على طول بنفتكر الترام بتاع اسكندرية، بتحس ان هي حاجة طويلة خالص كده، عامل شبه المترو يعني، فبرضه هي نفس الفكرة بتاعت الوونز، انا بس مش عايزة اعرض صور عشان الفيديو ما يتمسحش، فهي بتبقى عاملة شبه كده الوند ده يعني، فهي حاجة واسعة فعشان كده اخترت بورد. حلو كده، فترام دي حاجة كبيرة أو واسعة فبختار بورد معاها. طيب البروز أو الكدمات لما تيجي تحصل، هي بداية بتبقى لونها أحمر، طيب الأحمر ده بيجي بسبب ايه، أنا قلت أي لون دايما بنسيبه الهيموجلوبين، فهنا عندي الأحمر هنا والأحمر هنا والأحمر هنا، هل الريديوسد هيموجلوبين بيبقى أحمر؟ لأ ده بيبقى أزرق زي ما بيحصل مع الأسفيكسيا.
طيب الاكسيموجلوبين هو اللي بيبقى احمر؟ اه هي اللي صح، والدكتورة تقريبا بعت التعديل للسؤال ده. طيب البريشر ابريشن، تخيلوا كده ان هي دي ايد واحد وانا نازلة عليه بضربه بعصاية، بس هي بلونت يعني حاجة القاعدة بتاعتها بلونت كده مش شارب اللي هي كده، تمام؟ فالحاجة البلونت دي بتعمل بريشر عليها مجرد ان انا بضغط على الابيدرمس وخلاص. آه تمام، يعني دي مثلا حاجة شارب وممكن تعمل شوب بوند اللي هي تبدأ تقطع في السكين كده ولا تعمل لاسيريشن، اما هنا دي حاجة بلونت خالص اهي، فمجرد ان هي بتعمل بريشر او ضغط يعني. طيب انا عندي هنا كذا واحدة بلونت برضو، آه بلونت اوبجكت، فعشان كده هي بريشر بحرف البي والار، فهنا برضو بيربنديكولار فيها بي وار. حلو. آه بعد كده بيتكلم عن الكونتيوجن بيفضل موجود قد ايه لمدة اسبوعين، آه اللي هم 14 يوم. طيب لون الريسنت بروز اللي لسه كنا قايلين فوق اللي هي احمر بسبب الاوكسيهيموجلوبين. طيب البروز دي ممكن تيجي عليها فترة بتتنقل بتتحول للون الأخضر، قال اه لكن أي واحدة من دول بالظبط؟ قال إن 4 ل 6 أيام. بفتكرها ازاي؟ قال إن جرين دي عبارة عن 5 حروف، فعشان كده هي 5 دي رقم ما بين أي رقمين الـ4 والـ6، فهنا لو وقت ما بتتحول للأخضر فبتبقى في المدة من 4 ل 6 أيام. طيب بالنسبة لشوب وونز، لو حد فاكر كلمة شوب أخدناها يعني في الإنجليزي إنه معناه إن شخص بيقطع خضار وكده، آه فالشوب دي معناها اللي هو لما اجي اقطع خضار ما اكيد بسكينة هتبقى حامية او شورب يعني، فعشان كده هختار اللي هي شورب. اما بلانت دي كنت اخترتها فوق مع ايه، مع حاجة اسمها بريشر وكانت بيربنديكولر. آه طيب بعد كده بيسأل عن نوع من الجروح بيسبب الوفاة، بيسبب الوفاة يعني دي حاجة مميتة عشان كده اختار فيتال. طيب وبيسبب الوفاة immediately او في short time، فعشان كده يعني اخترنا فيتال. طيب بعد كده بيتكلم عن نوع برضو من الابريشن كده، بتبقى عبارة عن parallel linear abrasion، يعني بتبقى حاجات متوازية لبعضها كده، عارفين خصوصا كانت بتحصل لنا واحنا صغيرين اللي هي في القلب او ني جوينت، لو حد مثلا كان ماشي واتكعبل فدايما بنتعور بالطريقة دي كده، اللي هي بتبقى مش جراح واحد لا كذا واحد كده parallel لبعض، فوقت بقول عليها sliding abrasion، تحس ان هي سلايد يعني شريحة، متخيلين سلايدز كده ومتوازيين لبعضهم، عشان كده بفتكر من كلمة بارل ان سلايدنج يعني. اخر حاجة خالص ان ال edges بتاعة الوند اللي هي الحواف بتاعته يعني عبارة عن عاملة زي بريدجنج كده، مثلا الجرح عامل زي كده من جوه آه كأنه بيوصل بريدجز او كباري ببعض يعني او كده، فوقتها بقول عليه لاسيريشن اللي هي الجلد ده متهتك او متقطع قوي يعني اكيد كده بحاجة شرب يعني. فده كده بالنسبة تقريبا اخر سؤال، اه بس كده وبالتوفيق إن شاء الله.